ينضم إلينا مباشرة من محافظة مسندم علي بن عبد الله الشحي نائب والي مدحة ليطلعنا على آخر المستجدات فيما يتعلق بتأثر محافظة مسندم جراء هطول هذه الأمطار. بعد التحية أخي علي، صف لنا طبيعة التأثيرات هناك في ولاية مدحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل أخي علي، ما هي طبيعة التأثيرات التي واجهتها هناك ولاية مدحة جراء هذه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة عموما؟ والله في بداية اللقاء طال عمرك أود أن أرفع أولا أسمائيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله وأبقاه على الجهود وعلى توجيهاته السامية وابناء للتمكن واللقاء والحفاظ على ابناء هذا الوطن وشعبه. شيخي منذ يوم الثلاثاء الماضي طال عمرك ومنذ التحذيرات بالانخفاض الجوي والتاثيرات اللي تصير على محافظه مسندم، قمنا طال عمرك بالتنسيق مع مدير دائره التنميه في مسندم ومدير البلدية ومركز شرطة مدحة للتنسيق والاستعداد لهذه الأجواء المناخية. ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بالمساء طال عمرك نزلت أمطار غزيرة إلى على ولاية مدحة والأودية بغزارة، مما أدى إلى تشقق الشوارع وايضا في بعض الخسائر في بعض الممتلكات. نعم. ما هي ابرز هذه الاضرار؟ تتحدث عن وجود اضرار على بعض الشوارع والطرق ايضا، وهناك حديث عن انقطاع شبكه الكهرباء، ما هي ابرز الاثار لهذه الحاله الجويه هناك في محافظه مسندم وتحديدا في ولايه مدحة؟ في ولايه مدحة طال عمرك من ضمن الاضرار تساقط جبل طريق حصة البحري المؤدي إلى جبل بني حميد وانقطاع الشوارع، وأيضا انقطاع طريق الأنظار والحارة، وأيضا انقطاع طريق سد الجسر الذي يربط منطقة سعد النحوة الإماراتية وطريق حصة بني حميد وانهيار الجسر بالكامل. بالنسبة للخسائر طال عمرك جرف ثلاث سيارات، اثنين بعض للمواطنين وواحد وافد. ايضا طال عمرك انهدام بعض الاستراحات في الولايه، والوادي طال عمرك جرف بعض الاغنام والابقار الذي تخص بعض المواطنين. كل الشكر لك. كان معنا علي بن عبد الله الشحي نائب والي مدحة، كل الشكر لك.